تصبح الحياة مجنونة أحياناً، لكننا في الغالب نتفاعل مع الأمور بنفس الطريقة، لذا لا تقلقي فأنت لست وحدك. يبدو أنني أكلت كل ما في العلبة، لا يمكن أن أفوت الفتاة في القاع. هل قمت للتو؟ مستحيل. أنا قادمة لإنقاذك أيها الهاتف. يا مقزز جداً، يمكنني فعلها. ما هذا؟ لا أريد أن أعرف. تذكري الهاتف، كأن هناك عالماً مختلفاً هنا، عالم ناتن تقطنه الجراثيم. سأدخل الحاوية. هل يوجد أحد هنا؟ لا يمكنني رؤية أي شيء. أتمنى أن يرن هاتفي الآن. لا أريد أن أموت هنا. وجدته، هاتفي العزيز المسكين. يا لقد اشتقت إليك. هل أنت بخير يا آنسة؟ لا تنتقدني يا صاح. هيا، 10 نقاط أخرى وسأربح. يجب ألا أضيع تعب ساعتين كاملتين. ماذا؟ سأنال منك. ما هذا الصوت؟ هل يصرخ أحد؟ لا يمكن أن تكون ابنتي اللطيفة لانا. قاتل بشجاعة أيها الفاشل. هل تريد المواجهة؟ سأهزمك شر هزيمة. يا إلهي لا، ما هذا العنف؟ هل تحب اللكم؟ توقف. لا، سأدفع ثمن ذلك. هيا، سأجعلك تندم على ذلك. مت أيها الوحش الشرير، مت. سأنتزع رأسك. هل يجب أن أتصل بالشرطة؟ لانا، ما الذي فعله بك؟ ماذا؟ نعم، لقد أخفتني حتى الموت يا لانا. هذه اللعبة الجديدة مسلية. هذه القروش الذهبية لي، سأفوز بلا شك. أو ربما لن أفوز. أين الشاحن أصلاً؟ وجدته. ساعدني في الإمساك بها أيها الحصان، سيكون النصر حليفي. أين المقبس؟ يمكنني تحسس الفتحات هنا. لماذا لا يدخل الشاحن؟ حجر ورق مقص. هذا سخيف. ربما إن قمت بوضعه مباشرة. ما الذي يحدث هناك؟ طفح الكيل. سأرى ما يحدث بعيني. الآن ادخل في المقبس. ها، لا أعرف سبب كل هذا التعقيد. هذا الكتاب جيد جدا. لحظة، منذ متى وأنا أقرأ؟ بطني تقرقر من الجوع. سأتوجه للمطبخ. أشتهي تناول شيء مالح. ذهبت أمي للبقالة اليوم صحيح؟ سأرى. حان وقت تنظيف المطبخ. ما هذا؟ هل أنا خادمة لانا؟ لا يمكنني ترك أي طبق متسخ. يلمع من النظافة. هذا أفضل. هل هذا تارت؟ تعال لي. يا سلام، لا يمكنني مقاومة التوت والكريمة. لحظة، أين اختفى مشروبي؟ هل شربته أمي؟ سأسكب كوبا آخر. طبق آخر؟ لانا، كما لو أني نادلة في مطعم. انتهيت، كل شيء نظيف هنا. ماذا؟
أنا متأكدة من أني تركت طبقاً هنا. أمي! تفسد كل شيء دائماً. يعتبر حلق شعر الساقين مهمة جادة، من رغوات الحلاقة إلى شفرة الحلاقة الحادة. يجب أن يكون كل شيء مثالياً. هل ترين كيف تحلق بدقة؟ أصبحت ساقاي ناعمتين كالحرير. ممتاز، أنا بارعة في هذه المهمة. أوه، يا له من يوم مثالي للتشمس. يا سلام، إنه يوم جميل. كم هذا مريح. أوه، من هذا الوسيم؟ أوه، مرحباً، كيف الحال؟ أنا أتشمس فقط. هل فوتت حلقاً من طاقة؟ أشعر أني وحش مشعر. هاها، لانا. نعم، يا للهول. خذي هذه المناشف. هل تشعرين بالبرد؟ غريبة أطوار. لماذا ينمو الشعر في أجسامنا؟ لماذا؟ ما أجمل الاستيقاظ مبكراً. أخيراً لدي وقت لقص أظافري. لحظة، لا أظن أن هذا المقص مناسب. من الأفضل أن أستخدم أداة أخرى. هذا؟ لم يسري الوضع بشكل جيد معه آخر مرة. أوه، أجل، لدينا فائز. لا أريدها قصيرة جداً. بقي القليل فقط. هيا، إنه ظفر وليس فولاذاً. آه! ماذا؟ ما هذا الشيء؟ أوه، إنه مثل سلاح مرتد. أظافر مجنونة. آه، لا شيء أفضل من النوم العميق. إلى أن تتذكري حفلة الأمس الصاخبة. ماذا حدث هنا؟ يبدو أن الوضع أصبح جنونياً بالأمس، لكن بقيت لي وجبة خفيفة على الأقل. حسناً، أشعر بتحسن الآن. يجب أن أنظف هذه الفوضى. هيا بنا. كل شيء مرتب. مرحبا يا دب. أوه، لحظة، نسيت الأرضية. لا أحد يحب الكنز، لكن لابد منه، صحيح؟ ورق جميل، لكن تنظيفه مجهد. أظن أني جمعته كله. شكرا على إطفاء البهجة على حفلتي. هل هناك مشكلة هنا؟ هيا، ادخل فيها. هذا مستحيل. أوه، كما لو أنها تهرب مني. أوه، حقاً؟ حسناً، بقي القليل فقط. مهما تحركت، لا تدخل في المغرفة. المعذرة. أخيراً، أين أنا؟ ما المسافة التي قطعتها؟ يا إلهي! أي هذه المواقف تبدو مألوفة لك؟ جميعنا مررنا بمعاناة محاولة العثور على مقبس الكهرباء. احرصي على مشاركة الفيديو مع صديقاتك ليعرفن أن الجميع يعانون في هذه الحياة. ولا تنسي الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب حتى لا تفوتي أي من مستجداتنا.